هاي زي ما انتم شايفين صار زعلانه كثير يعني. وهي مالك طبعا، هاي مالك وهاله، تعالي مالك، هاي مالك زعلان حتى مش راضي يمشط شعراته مع الزعل. ان شاء الله يا بابا بنفرح بكره. طيب هاله انت تعالي، هاله هاله زعلانه قال عشان في قصف، وانا بدي احاول ايش اليوم، بدي احاول يا جماعه ابسطها واجيب لها الشمس في عينينا يا بابا، بدي احاول اجيب لها ايش يبسطها ان شاء الله. بدي اروح يا بابا اجيب لك العاب ان شاء الله. هاي الاولاد خايفين برا بعيطوا من الاصوات القصف. المهم الله يحمينا. انا بدي الحق بابا. ايش مالي؟ هلا في صوت طياره خفيشه. اه العبي خفيش 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 خفيش. خلاص تعال 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 تعال. خلاص 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 يا ساره، خلاص 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 يا بابا خلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص خلاص رب خلاص خلاص خلاص. وين هلا؟ راح للأسف. طبعا يا جماعة احنا هيك خلصنا فيديو اليوم لأنه مش حنقدر نكمل معاكم. هاي صوتها، هاي صوت طيران. خلاص يا بابا خلاص خلاص تخافيش. طبعا احنا اليوم خلاص 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 خلاص. بعيد يا بعيد. طبعا احنا خلصنا هيك خلاص. يلا يلا جماعة احنا خلصنا فيديو اليوم. طبعا سامحونا. يلا قولي خلاص.